صباح الخير رنا. يا صباح الورد. رنا بترتب من الرياضه للغذاء. صباح الخير يا رنا. صباح الورد. 10 اطعمه نبتعد عنها ما نتناولها. اليوم رح نحكي عن 10 أغذية يفضل الابتعاد عنها لحتى نحن نحافظ على صحتنا بالشكل الصحيح. هاي الأغذية كتير أشخاص بتفكر إنها صحية وبتستهلكها على شكل يومي، بس اليوم رح نستعرض معلومات لأشخاص ما عندهم فكرة عنها. تمام. خلينا على طول نحكي إذن عن 10 أطعمة ممكن تكون ضارة على الصحة بشكل عام، ما عم نخصص فئة محددة لا. صح بشكل ولا عام. عمر بشكل عام هاي الأغذية مثل ما حكيت الدعاية والإعلان بتعطيها قيمة غذائية أعلى من الحقيقي موجود فيها، فاليوم رح نستعرضهم ورح نبلش من الأقل ضرراً إلى الأكثر ضرراً. يلا أوكي نبلش. رح نبلش بالعصائر. كلنا نحن لما نروح ناكل برا أو نفطر الصبح بكير بنقول خليني أشرب كاسة عصير لأنها هي صحية أكثر من ما أنه أنا أخذ كاسة شاي أو قهوة أو أي نوع من المشروبات الثانية. ولكن للأسف اللي نحن ما بنعرفه أنه صحيح العصير يعني الدعاية عنه بتقول أنه هو مليئة بالفيتامينات، مليئ بالمعادن. فكر حالنا عم ناكل فواكه. بالضبط. بنقول أنه أنا عم باخذ فاكهة وبعطي ابني عصير أورنجوس فريش انه هذا بيكون طبيعي، بس نحن ما بنعرفه انه هو مليء بالمي، السكر والمواد الاصطناعيه. طبعا بنحكي عن العصير الصناعي المعلب. المعلبات. هلا هذا العصير المعلب كثير منهم بكتبوا عليه انه 100% عصير طبيعي، ولكن مستحيل انه انا يكون عندي 100% عصير طبيعي معلب. نحن لما نعصر العصير ونحطه عشان نعلبه بنحط هذا العصير بخزانات لمده لا تقل عن سنه. بهاي السنة العصير بفقد معظم الفيتامينات طبعاً. المعادن ونفس الوقت الطعمة، فبيضطروا المصانع أنه يضيفوا له طعمة نكهة. اصطناعية ونكهة لحتى يزيد من طعم العصير. فإحنا بالنهاية بنكون عم ناخد مي، سكر ومواد اصطناعية. بس يعني إذا بدنا نشرب عصير يكون قدامنا عم بنعصر. بالضبط. أو حتى نلجأ أنه نحن ناخد أي نوع من المشروب الثاني، شاي يعتبر أكثر فائدة من العصير. وناخد الفاكهة على شكل حبوب كاملة. بس قصدي العصير المعصور الطبيعي مفيد. أفيد. أفيد، ولكن إذا عصرته وشربته بنفس الوقت مش أستناه لتاني يوم لأنه بخسر طبعاً. كل الفيتامينات والمعادن اللي بتكون موجودة فيه. طيب هذا أول شيء خلينا نستبعد فكرة العصير من الفطور أو الغداء أو حتى العشاء تبعنا. نيجي لتاني شغلة اللي هذا اللي زعلت الطاقة. لأنه يعني الواحد طاقة بالنسبة لنا إشي مفيد مش للكل. إذا نحن مش رياضيين وما بنتمرن 6 مرات بالأسبوع على الأقل وما بنحتاج إنه نحن ناخد أغذية كل 3 ساعات، فتعتبر ألواح الطاقة هي زيادة للسعرات الحرارية المواد الحافظة الموجودة بمأكولاتنا. فخلينا ننتبه إنه هي بتحتوي على سكر، بتحتوي على أطعمة مصنعة، بتحتوي على طحين أبيض، وبنفس الوقت فيها العديد من المحليات الاصطناعية لا تعطيها الطعم الحلو بس ما يكون فيها سعرات حرارية عالية. فخلينا ننتبه من ألواح الطاقة نحن ما بنحتاجها، ما بتزيد لي من كمية البروتين. إذا أخذنا بيض، ألبان، أجبان أو مشتقاتها تحتوي على نسب بروتين أعلى، لا تعتبر سناك صحية، لا تعتبر وجبة غذائية خفيفة صحية، ولكن تعتبر مليئة بالسعرات الحرارية، مليئة بالسكر، وحتى إذا كانت مصنوعة من الشوفان أو الأوتميل أو الجلوت الأوتس. نحن كثير بنسمع أنه ما هو مصنوع من الشوفان، بس نحن ما عم نكون ناخد إلا شوفان أبيض مقشور. إذن ممكن إحنا بالضبط. نستبدلها بالأشياء يعني العناصر الغذائية الموجودة فيها إحنا ممكن نلاقيها بالعناصر الغذائية الطبيعية. الطبيعية بالضبط. طيب الأوتميل اللي بينباع صحي اللي بيكون صحي إذا كان مش مقشور. في القوت الأبيض، الحبوب الشوفان البيضاء المقشورة اللي نحن للأسف ما بناخد منها قيمة غذائية، والناس بتضيفها على الشربات، على الكورن فليكس، على حبوب الفطور. ما فيها قيمة. بس ما فيها قيمة غذائية. الأفضل إنه نحن نلجأ لحبوب الفطور الغير مقشورة أو حتى الشوفان الغير مقشور. تمام. ثالثا رح نلجأ لحبوب الفطور إلا إذا كانت هاي الحبوب الفطور ما فيها نسبة نشويات عالية أو نسبة سكر عالية، هي لا تعتبر صحية وتعتبر ضارة على صحة الشخص وعلى صحة الأطفال. كتير منشوف إنه ممكن يكون عندي حبوب فطور مكتوب عليها خالية من الدهون، وهذا الإشي بيعني إنها لا تحتوي على أكثر من 1.5 غرام دهن لكل كوب واحد، وجرام ونص بضل نسبة عالية من الدهن. بالإضافة لهذا الإشي بنشوف كمان مكتوب عليها خالية من السكر، بس هذا السكر اللي نحن بنشيله بنضيف عليه سكر أو محليات اصطناعية لنعوض عن الطعم. طبعا الألوان والصبغات اللي بتكون موجودة فيه اللي بتجذب انتباه الطفل، هذا الإشي بيكون غير صحي نهائيا. وبننصدم أنه مرات بيكون عندي حبوب فطور ملونة بس بنفس الوقت مكتوب عليها مصنوع من الحبة الكاملة،
هذا الإشي صحيح، بيكونوا حاطين نسبة 1 أو 2% حبوب كاملة و 98% بتكون حبوب مقشورة. أيوة. فخلينا ننتبه إنه حبوب الفطور مش كلها صحية. إذا لقيت موجود عليها فات فري أو خالية من الدهن، خلينا نقرأ نسب السكريات اللي بتكون موجودة على اللوحة الغذائية. بإيش ممكن نستبدلها؟ بإيش ممكن نستبدلها؟ مبسوطة لأني فاهمة. مبسوطة لأنه لهلا يعني ماشي صح. الأشياء ممتاز ممتاز. هلا بنشوف الآخرين. أوكي، حبوب الفطور استبدالاتها كتير سهلة. ممكن إنه نحنا نأخذ حبوب الفطور الغير مقشورة، الشوفان الغير مقشور. في كتير عندي اختيارات موجودة بالسوق تعتبر صحية، يمكن سعرها بيكون أغلى من السعر الثاني، وطبعاً هم بيستغلوا أي شيء صحي فبزيدوا من سعره. بس ممكن إنه نحن نلاقي أشياء صحية بتحتوي على نسب والطعم. سكر أقل، والطعم تبعها بيكون زاكي. بيكون زاكي نفس الشيء. ممكن نحليها بالعسل. حلو. رابعاً والأهم، الزبدة النباتية. كثير بسمع أشخاص بحكوا لي إنه أنا ما بستخدم زبدة، أنا بستخدم زبدة نباتية لأنها هي صحية أكثر، وصرنا نربط كلمة نباتي بإشي صحي. اللي ما بنعرفه إنه الزبدة النباتية أسوأ من الزبدة الحيوانية بالمئات الأضعاف. السبب الرئيسي إنه هي بتصنع من زيوت، هاي الزيوت بيعالجوها وبهدرجوها، يعني بحطوها على درجة حرارة عالية جدا بإضافة الهيدروجين عشان يصير الزيت السائل صلب ويستخدم بالطبخ، وحتى الشلف لايف أو مدة الصلاحية الزبدة النباتية بتكون أطول. بالعادة الزبدة الحيوانية نحن بنحطها بالثلاجة، بس الزبدة النباتية بتبقى برا لفترة أطول وما بتخرب. هذا الإشي بسبب الهدرجة. الزيوت المهدرجة للأسف تتحول لنوع من أنواع الدهون نحن بنسميها ترانس فات، أو الدهون المتحولة اللي بتتخزن بشرايين القلب. نعم، فخلينا ننتبه، نبتعد عنها نهائيا. هي غير صحية، يعني ناخذ زبدة حيوانية أفضل أكيد، والسمنة الحيوانية لسه أفضل من الزبدة النباتية. مش كل إشي نباتي يعني هو صحي. نعم، ضايل دقيقة. أوكي طيب، كما حنلحق. يلا طيب، نيجي لنحكي عن الألبان. كثير منا بيستهلك الألبان خالية الدهن عشان هي بتعتبر صحية أكثر، أو لأنها دايت، فإحنا بنحب إنه نحن نقلل من السعرات الحرارية. ولكن اللي ما بنعرفه إنه الألبان الخالية من الدسم تتعوض بعوضه طعم الدسم اللي بينفقد بالعديد من السكر، فنحن بنضيف نسب سكر عالية لحتى نعوض عن طعم الدسم اللي بينتزع من الألبان والأجبان اللي بتكون دايت. بالإضافة لهذا الإشي، عملية البسترة اللي بتتبستر فيها هاي الألبان بتفقد كل البروبيوتكس، البكتيريا المفيدة. نعم. اللي بتكون موجودة فيها. أوكي. طيب خلينا، هذه ليش موجودة هون؟ هذا الإشي اللي استغربت. البيض. البيض رح نحكي بفقرة كاملة إذن عن البيض. طيب. خلينا نخصص لها يوم كامل. إذن البيض لاحقاً بالضبط نمتنع عنه. طيب. سريعاً. أوكي. البشار. البشار اللي بيكون عندي بهاي الأكياس. هاي الأكياس بالضبط. بالضبط. هاي الأكياس بتحتوي على نوع من الأحماض نحن بنسميه فلورو أكتونويك أسيد. هذا الفلورو أكتونويك أسيد للأسف هي نفس المادة اللي بتتغطى فيها التناجرة التفلون. وإذا هاي المادة انخلطت مع الأكل تبقى لفترة كتير طويلة بالجسم، ومنظمة الصحة العالمية خصصتها إنها أحد الأنواع المأكولات المسرطنة. نعم. فإذا بدنا نبتعد عنها ناخذ البشار اللي كنا نستخدمه قبل أيام زمان. هذا صحي ومنضلنا عليه، يعتبر صحي أكثر. طب سريعا لأنه طيب. الحلويات اللي خالية من السكر كمان نحن بنضيف لها نسب عالية من المحليات الاصطناعية، يفضل الابتعاد عنها. مش بديل صحي ولا بديل دايت لأنها فيها مواد ملونة عالية وحلويات. وآخر إشي المشروبات الغازية كأنه الدايت. صح؟ الدايت أكثر مضرة أكثر من المشروب الغازي العادي. صح. اي شيء بنعتقد انه صحي بهاي الحلقه طلع بالعكس طلع غير صحي. شكرا رند لوجودك معنا. يعطيك العافيه. صباحك صحي.